عبد الفتاح السيسي مشارك في الإبادة الجماعية، عبد الفتاح السيسي مشارك في كل اللي بيحصل في قطاع غزة، لأن عنده معبر يقدر يدخل منه المساعدات ويطلع الجرحى، ولكنه أبى، ولكنه انبطح أمام الإسرائيلي وبيودي الأكل والمساعدات تتفتش عند الإسرائيلي وبيستأذن الإسرائيلي. أطلع الجريح ده؟ طب أطلع المواطن المصري صح اللي معاه جواز مصري علشان يدخل مصر أطلعه من قطاع غزة؟ قمة الانبطاح والتآمر. بالمناسبة عمرو واكد، الفنان المصري عمرو واكد قال له اللي هيضرب الشاحنات ما ضربش ليه الطائرات. الملفت في موضوع انزال الدعم هو ان من كان سيضرب الشاحنات لماذا لم يضرب الطائرات، وهذا ربما يعني ان غلق المعبر قرار النظام واختياره. كاتبة والزميلة شيرين عرفة بتقول ايه، بترد برضو على السيسي في القصة اللي بيحاول يحبكها علينا، وبتقول الكلمتين اللي قدام حضراتكم وممكن نقراهم مع بعض في ما ذكرته شيرين عرفة على منصة اكس. قالت: إلى المكسيكي طبيب الفلاسفة، السور الذي تراه أمامك يفصل بين مصر وقطاع غزة وأنت من شيدته، يقف خلفه جنود جيشك وأمامه يقف أبناء غزة، فبدلا من الاشتراك في عملية إنزال جوي مسرحي لا تساوي حمولة شاحنة واحدة من 2000 شاحنة التي تمنع أنت عبورها، هات سلم وارمي المساعدات من فوقه أسهل وأسرع في وصولها. بلادنا اعتادت أن يحكمها فرعون، لكنه فرعون وهبل، كتير كده لا نتحملها. أحب أهدي لعبد الفتاح السيسي اللي قالك إن دورنا نخفف على أهل قطاع غزة، أهديله كتير من الأسماء للناس اللي ماتت علشان ما طلعتش ألاف الأسامي، اللي ماتت مش من القصف، ناس ماتت علشان مش عارفة تطلع تتعالج برا قطاع غزة، لأن السيسي لا بيسمح لهم يدخلوا مصر ولا يطلعوا البلد تانية. ناس كتير من اللي اتصابوا ما لقيوش الدعم وما لقيوش الدواء والعلاج المناسب، وناس تانية بتموت من الجوع ومن العطش، زي مثلا سعيد زياد الصحفي من قطاع غزة اللي بيقول لنا الحقوا يا جماعة، والدته بخير يا رب تفضل بخير، بس هي بقالها شهر مش لاقية تاكل أكل كويس. هو بيقول لك: لا أفهم مسرحية الإنزالات الكاذبة إلا ضوء أخضر باستمرار الإبادة، وكل من شارك فيها وأيدها هو مشارك في إبادة أهلي وقتلهم وتجويعهم. أمي جائعة لم تذق خبزا منذ شهرين، أبي جائع ولم ونزل من وزنه 20 كيلو وهو النحيل جسده أصلا، إخوتي وأخواتي وأطفالهم جائعون ولم يذوقوا لحما أو دجاجا أو فاكهة أو خضارا منذ 3 شهور. كل من كتب تغريدة أو نطق بكلمة مؤيدا فيها هذه المسرحية هو مشارك في دم أهلي، مثله مثل إسرائيل وجيشها. هذا هو الوضع في غزة، بعيدا عن الإنزالات الدرامية والإنزالات اللي بيتم تصويرها بلقطة جميلة وحلوة عشان الطيارات بتطير لفوق، نقدر نطلع على سلم ونحدف الأكل لأهل غزة، أو نفتح المعبر ونمارس سيادة وندخل لأشقائنا وأهلنا في غزة. هتقول لي أنت ضد الإنزالات؟ مش ضد أي حاجة تدخل علشان تخفف الوضع عن أهل غزة، بس أنا بقول لك ليه تطلع فوق لما تقدر تمد ايدك وتفتح المعبر وتدخل العربيات وتدخل الاكل والمية والدواء لاهلك، اهل غزة اللي انت واقف معاهم موقف عظيم زي ما بيقول السيسي وبيهزي النهاردة.